معلش يا رمزي، اتأخرت شوية عقبال ما نمت ديشة. ولا يهمك، أنت كويس؟ والله أنا مالي نفسي أروح أي حتة، يعني خلينا تاني؟ يلا يا حسن يلا. بابا عايز إيه؟ ممكن بعد إذنك بس أقيس لك الضغط؟ اطلع نام يا علي. ما بابا مش هينفع تنزل إلا لما أطمن عليك بس. حسن خلاص قيس الضغط. والله ما انا عارف اذا كنت ربيت صح ولا غلط يا رمزي. كل اللي ابويا كان بيعمله معانا عملته معاهم. ابويا كان مصاحبنا. تخيل ساعه ما كانوا بيتخانقوا مع بعض كان نفسي اخش اضربهم بس ما عرفتش. عرفتش كمل. تعبت تعبت ولازم اكمل عشان مفيش اختيار تاني. احمد ربنا. احمده. بحمده وعايش بحمده. وعارف ان اداني حاجات كتير ما كنتش استحقها. ومنع عني حاجات كتير كنت استحقها. مش فاهم ولا كلمة. يعني لما ببص حواليا بلاقي حاجات كتير حلوة ما كنتش استحقها بس سبحانه اداها لي. ولما كنت اغلط استنى الالم ينزل عليا، الالم اللي استحقه كان بيصبر عليا لحد ما اتعدل. الحمد وبيني وبينه عمار وبحبه بس زعلان مني. ازاي تزعل منه بعد كل اللي بتقوله عليه؟ عشان خدها من عيالها. اليوم في المستشفى قعدت تقول له يا رب مش عشان علشانهم هم. انا قعدت اقول له ليه كده يا رب؟ ليه تاخدها منهم ليه؟ خلاص عشان خاطري انا اسف. ما تيجي تكلمني على الست القرشانه اللي مسكت الاداره جديد. ابتديت اصدق ان هي السبب في كل البلاوي اللي بتحصل لي دي. وانا ابتديت اصدق برضه. مامي في ايه؟ حصل ايه؟ مفيش حاجة بس مش عارفة انام. ليه؟ بطني وجعاني. وجعاكي من ايه؟ اوعي تكوني بتعملي كده عشان ما تروحيش المدرسة. والله العظيم مغص، انا مش عارفة انام. مغص فين؟ في بطني. فين في بطنك؟ في معدتك ولا بطنك ولا جنبك؟ هنا. دخلتي الحمام؟ دخلت. وعملتي حاجة؟ دخلت ولسه بتوجع. طيب هعملك نعناع واديكي دواء. انا مش بعرف ابلع الدواء. ماشي هكلم الراجل بتاع الاجزخانه يجي يديك. لا خلاص والله هبلع الدواء. ما تيجي نقوم نمشي. اه الست دي عامله لنا اجتماع بدري ولازم تحضر. انا صحيك. انت لازم هتصحيني. لازم تيجي، ما تخليهاش تاخد عندك الفكره دي من بدري. يا سيدي ما هتاخدها هتاخدها. انت مش بعتش جزاءات وخصومات يا رمزي. بقى عادي. اهاب ازايه؟ كويس. جميل اهاب ومحترم، ربنا يحميه. مش عارف مش طالع لي ليه، طالع لعمته. قفشتكم. اهلا. هو انا مش قايله لك ان انا عايزه اقابله؟ تقوموا تتقابلوا. وتقعدوا هنا ومحدش يكلمني؟ ازيك؟ ازيك انت يا قمر الأمارات؟
أنا قلت لها حقيقتك وقلت له اللي أنت قلتهولي. هي قالت إيه؟ أنا عايزة أتجوزك. الله يخليكي. الله يخليكي؟ معقولة؟ هو أنا بعزم عليك بعلبة شوكولاتة ولا إيه؟ أنا بكلمك جد. لا 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 لا، ده بيتكسف يا رمزي. أيوه أنا قلت لك هو خطير، أنا إحساسي كان صح. بس معقولة يا حسن؟ عندك أربع عيال وما اتجوزتش بعد مراتك، مفيش حد في حياتك ومش هلاس، إزاي يعني؟ أيوه صدقي في كده. أنا مش مصدقة. لا لا صدقي. أصدق إزاي الموديل ده خلص من زمان؟ طب أعمل إيه علشان تصدقي؟ تتجوزني؟ أصل أنا هقول لك، يعني الراجل من دول بيبقى متجوز واحدة زي القمر وناجحة وما تتعيبش وبرضه بيبصبصوا، وفي اللي يصاحب على مراته واللي يتجوز عليها، انت بقى واحد عندك كل الفرص ومع ذلك مفيش حد في حياتك. هو انت ايه يا اخي، حياتك مليانه قوي كده، مشغول طول الوقت؟ تصدقيني لو قلت لك ما عنديش وقت خالص. اربع اولاد يا شذا. لا ربنا يكون في عونك بصراحه. وعلى كده بقى يا حسن، انت بتعرف تطبخ؟ طب ده لسه النهارده عامل لهم سبانخ هايله. لا انا هحبك على فكره. وش دي مسخره. طب انا عندي فكره، ايه رايك تتجوزي رمزي؟ اهو شيلته خفيفه وعنده ولد واحد بس، ايهاب. قريب كمان هيتجوز وهيبقى لوحده خالص. لا رمزي ده انا راميه طوبته بقالي زمان. انت عارف هو اصله قافل الباب ده خالص، ومش معانا بس، مع كل شلتي. وقافل الباب ليه يا رمزي؟ عشان لما بفتحه بيدخل هوا. طب لعلمك رمزي ده بجد من اجدع الصحاب اللي تقابلهم في حياتك. راجل كده بيحب يسمع، والسمع ده نعمه. بيقعد يسمع مشاكلنا ويحل هالنا، ولما نبقى محتاجين طبطبه يطبطب علينا. بجد ما شفتش في جد عنده. بس هو انت يعني يا رمزي غريب الاطوار شويه. مغريب الا الشيطان يا قمر. طيب يلا، بما ان انتوا كده كده ماشيين انا هقعد مع البنات. عايزه ابقى اشوفك تاني طبعا لما يبقى عندك وقت. حاضر. يبقى كلمني يا رموز. حاضر. مجنونه بس جدعه وطيبه. طب يلا بينا بقى عشان اجتماعنا الصبح. مع البومه.